أمل مجلة عريقة، وهي أول مطبوعة خاصة للأطفال لا زالت مستمرة إلى اليوم. لما بنجي نحكي عن مجلة الأمل لازم نرجعه لبداياتها لتاريخها. هي كانت مجلة الأمل انطلقت كصفحة بمسمى عصافير الجنة، ورقتين ضمن مجلة المرأة الجديدة في 1972، ومن ثم استقلت كمجلة مصورة خاصة بالطفل في 1974، 1 أكتوبر في 1974. مجلة الأمل للأطفال تصدر عن الهيئة العامة للصحافة بشكل شهري، شهرياً يعني، وهي في أكتوبر القادم حتى تتم عامها 50. تجاوزت مجلة الأمل أكثر من 400 نسخة وتصدر بواقع 3000 نسخة، عدد يعني هو العدد ما لو تبي تقارنه بنسبة الطفولة أو شريحة الأطفال في ليبيا تكاد لا يكون عدد، يعني 3000 نسخة مش حيغطي كل الكثافة السكانية. حتى عام 1985 كانت توزع على مستوى الوطن العربي، كانت يعني مجلة الأمل حاضرة وإلى الآن وبجمهورها، ولها علامة أو ركيزة في الساحة الثقافية الليبية. مجلة الأمل تحتفظ بالهوية الليبية، يعني في عاداتنا في تقاليدنا، يعني حتى التقاليد مش بس الليبية حتى العربية. عندنا قصص جحا وهو يعني السمة في الموروث العربي، تعرض في قصص جحا والنكات والأمور التسلية هذه. وأيضا المجلة مش بس للترفيه والتسلية، المجلة توجيه وإرشاد وتربية، يعني تشمل كل جوانب حياة الإنسان بمجملها. يعني زي ما أنا اليوم نشوف ناس كبار يقولوا لي نحن من قراء الأمل، نحن كنا نقرأ فيها، نحن من جيل الأمل. أنا حابة اليوم جيل آخر للأمل يكون هو دعمها وسندها، وهو اللي نفتخر به بعدين لما نشوفه دكتور ناجح، نشوفه مهندس ناجح. يعني جيل يبني ليبيا، وجيل أكثر دعم وأكثر استقرار لليبيا.